Do you feel the boom of the music? تحية لكم كبيرة وكبيرة بزاف. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. خوتي اليوم بغيت نهضر معاكم في هذا الموضوع اللي كما كتلاحظوا معايا داير ضجة وضجة كبيرة في هاد الأيام في اليوتيوب. الموضوع ديال اليوم هو المناعمة البدوية وبنات خوها، إضافة كذلك إلى نوال. كما كتشوفوا ان اليوتيوب ديال المغرب او اليوتيوب ديال المغرب ما بقاتش فيه شي حاجه اللي كما كنقولوا حنا اللي يمكن يستفد منها الانسان وممكن يستفد منها الصغير والكبير، يعني هذا الشيء ما بقاش. اللي ولينا كنشوفوا اليوم في اليوتيوب ان هذا تيعاير هذا تيعاير في العرض ديال هذا. كما كتشوفوا معايا وكتسمعوا بان المناعمة كتهضر في بنات خوها اللي العائله ديالها، عاوتاني بنات خوتها عاوتاني تيهضروا في نعيمه اللي هي العمه ديالهم. يعني الانسان على الاقل يحترم الخصوصيات ديال العائله والخصوصيات ديالو، يعني ما يحتاجش انه يرمي بحال هاد المشاكل هادي يرميها في اليوتيوب. اليوتيوب هو لاش كاين اليوتيوب؟ اليوتيوب كاين باش ان الانسان يرمي شي حاجه اللي يمكن يستفد منها. كما كتشوفوا اخوتي، يعني صراحه هادشي اللي وقع هاد الايام هادي صراحه شيء لا يفرح القلب صراحه. يعني ميريكان كتضحك علينا دابا، ميريكان راه كتضحك علينا دابا. يعني اليوتيوب الوحيد في العالم اللي مرون وفيه المشاكل وفيه صداع هو اليوتيوب ديال المغرب صراحه. يعني كتمشي لشي دوله اخرى ولا هذا كتلقى اليوتيوب ديالها نقي ونقي بزاف، يعني تيقدموا شي حاجه اللي تستافد منهم الشعب ديالهم وكيستافد منهم حتى العالم. وبالنسبه لنا حنا المغاربه صراحه اش نقول لكم، يعني هاد الاونه الاخيره يعني ما صراحه بقينا كنشوفوا غير الصداع، المشاكل اللي عندي شي مشكل تلقى الانسان عنده مشكل عائلي وتيخرج وتيشارك مع الناس كاملين. يعني هذاك مشكل عائلي خصو يبقى في الخصوصيات ديالك انت، يعني داك المشكل تيتعلق بك انت خصو يبقى في الخصوصيات ديالك انت. يعني حتى الا بغيتي تعاودوا ولا شي حاجه تعاودوا بلا كاميرا، بلا ما تعاود المشكل للعالم كامل، يعني في نظري انا. وفي الاخر اخوتي كنتمنى لهم الهدايه والهدايه لجميع المسلمين، وكنتمنى كذلك ان الاوضاع بين نعيمة البدوية وبنات خوها يعني ترجع لمجاري المياه ديالها ويوليو يعني شادين في بعضياتهم، لان راه العائلة كتبقى عائلة. يعني وهذا ما كان اخوتي، والسلام عليكم.